الوليد ديالي انه كان كي عنده صحته كيتميز بصحه جيده وسليمه ولا يعاني من اي مرض. مباشره بعد تلقي الجرعه الثانيه من لقاح فايزر ظهرت عليه عده اعراض، من بينها ارتفاع مهول لدرجه حراره الجسم ديالو التي تجاوزت 40 درجه، واصبحت معدته ترفض كل شيء حتى شرب الماء وكل السوائل، وإلا أن أصبحت حالته الصحية سيئة جد سيئة. لوبيطال ديتو أنه أدار له بعض الأشعة، يعني داروا له تلفازة ودار واحد رسالة مباشرة إلى المستشفى الجامعي لابن رشد باش يتم العلاج ديالو. بعد الاستعجال أنه كان بالنسبة لارتفاع درجة الحرارة ديالو والجسم ديالو أنه تراجع الوزن ديالو إلى أن أصبح الحال يعني يزن تقريبا شي 20 كيلو ومع ارتفاع درجه الحراره وقله الشهيه ولا غير ذلك. انا مباشره بعد تلقي ديك الجرعه الثانيه يعني انه اصابه تلك اصابته تلك الاعراض مباشره. مرض نادك الوليد مباشره، حاله ديال الصحيه متدهوره الان، حاله ديالو الصحيه متدهوره ومازال الحراره كترتفع لحد الان، مثلا كتجاوز 40 درجه حاليا. الاطباء كيديروا المسائل ديالهم انك برشيد خليه هنا برشيد انه قام بعد داروا لي التلفازه وصيفطوا مباشره لهنايا المستشفى الجامعي لابن رشد. راه صيفط رساله اول ماشي للديوان الملكي، صيفط لي اولا صيفط رساله الشكايه ديالي لوزير الصحه، المندوب الاقليمي حتى هو كان عندي الوثائق ديالو، ومشيت عند درت اخبار بالنسبه للمدير ديال المؤسسه والمدير الاقليمي ديال وزاره التربيه الوطنيه المندوبي ديال برشيد. بالنسبه للمدير ديال المؤسسه والمدير ديال الاقليمي ديال برشيد، انا تم الرفض ديالي هذاك الاخبار، ما قبلوش مني بجوجهم. الوضعيه ديالو النهائيه دابا انه مازال كيترتفع درجه الحراره ديالو وباقي ما كياكلش ثاني الماكله، باقي اللي كلا كيردها نفس الحاله باقي مازال تحت العنايه الحاليه. مباشره تبعت اللقاح نهار 11/10/2021 مباشره بعد تلقي، يعني تلقي الجرعه الثانيه، يعني ظهر علي هاد الاعراض وداك الشيء. المطلب ديالي عندي ثلاثه المطالب: اولا فتح تحقيق في هذا الموضوع وتحديد المسؤوليه ومعرفه الاسباب التي ادت الى الحاله الصحيه المترديه لابن محمد، واشاره اخرى هي التكاليف الباهظه للادويه مع معاناه زوجتي الان مع ابني، وتوقفي عن العمل لمتابعة وضعية ابني الصحية رغم الظروف الاجتماعية وأبناء الصغار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع صحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.